انت حدا بيؤمن بقصة الحسد وانه طبعا طبعا حسد موجود في القرآن. انت بتتحسدي بشكل دائم؟ الحسد هو الطاقة السلبية اللي بتجيلك من الاشخاص. يعني هو التفسير يمكن هو بالقرآن مذكور انه اللفظ هو الحسد، لكن في العلوم بتاعت البني ادمين هي الطاقات السلبية اللي بتجيلك من الناس، من الاشخاص اللي حواليك، ناس تحبطك، ناس تبص لك نظرات غيرة، حقد يستكتروا عليكي حاجة، يغيروا منك من اي حاجه، فدي كلها طاقات سلبيه بتدخل جوه جسمك. وبيترجم العيد ده ازاي؟ وبيترجم يعني ازاي بتمرضي ازاي؟ يعني معظم امراضي صداع طبعا مستمر وقولون عصبي، دول يمكن اكتر حاجات انا بعاني منها. والقولون. الفحوصات اي نوع اجريتيها؟ فحوصات دم؟ فحوصات دم طول الوقت طبعا، واخر حاجه كانت اشعه مقطعيه المخ. المخ وصلت معك للمخ؟ ليه عشان تاكدي من الصداع؟ الصداع لمده اسبوع ما راحش، فاضطرينا نعمل يعني وتبين انه من خلال من وراء التعصيب والستريس.